الميكرو. كنبغيش نقرا اللاعبين كنظن بان المقابله كما شفتوا كانت فيها بزاف لونكاجمون، جوج فرابي اللي كانوا معذبين الاتحاد حمزه ولا مغرب ولا الفاسيل. الحمد لله حنا كنا جايين من انتصار مدينه فاس، كنا جايين باش نزكيو الانتصار اللي حسمنا عليه ضد اولمبيك خريقة. المقابله ما كانتش سهله، كانت فيها بزاف ديال المتناقضات. كنظن بان سجلنا وسجل علينا التعادل، عاوتاني سجلنا الانتصار، سجل علينا التعادل، سجلوا البيت ديال التسجيل ساعه ما تحسبش. من بعد كنظن بان مقابله غير شكوكيه. كنشكر فيها اللاعبين كما قلت لكم، وثلاثه النقاط غادي تزيد تخول لنا نزيدوا نخدموا ان شاء الله، لان مازال ما درنا حتى شي حاجه. شكرا. احنا كنا جايين من طنجه وعارفين بان اتحاد طنجه يعني اليوم واحد لابريسيونيه كبيره، اللاعبين اللي هما في المستوى. وكنظن بان الا شفتوا المقابله فاللاعبين ظل داك لابريسيون، ما كيلعبوش 100%، كيلعبوا واحد 50% من الامكانيات ديالهم. فكما قلت يعني الحمد لله سبق لينا، كنا السباقين للتسجيل، حققنا الهدف الاول. من بعد جاء التعادل، فالطرد زاد سهل علينا الاموريه كما بغيتي تقول. يعني انا في الشوط الثاني، من بعد ما دخلنا الشوط الثاني سجلنا الهدف الثاني، وجا هما تسجلوا الهدف التعادل. فبغيت ندير واحد الشونجمون، انني غادي نلعب 4-4-2، وخا تلغى الهدف راني لعبت بها فاش كنا 2-2، حنا رجعنا 4-4-2. والحمد لله تكتلنا اننا نحققوا الهدف ديال الانتصار. وكنقول لك كما كنقول لك يعني هذا الانتصار كنهديوه لجميع الفعاليات ديال فريق المغرب ولا الفاسيل، لا جمهور لا مكتب مسير لا لاعبين لا طاقم تقني لا طاقم طبي. نرجع لك من التالي، يعني البلاغ ديال فريق المغرب ولا الفاسيل كان واضح بان عبد الرحيم شكيلات مدرب مؤقت حاليا، لانني فاش جيت للمغرب ولا الفاسيل سنيت كونترا ديال اني ديريكتور تكنيك. ظل ان كان الفراغ ديال الطاقم التقني مشى للمدرب، فمن الضرور انني ناخذ المسؤوليه على العاتق ديالي. كنشكر كما قلت اللاعبين، لانهم كتشوف ذاك الروح، كتشوف بان القتاليه يعني مدرب. انا ما بالنسبه لي ماشي مدرب بالنسبه للاعبين، انا كاخ كبير منهم. والحمد لله هي التجربه اللي اكتسبناها في البطوله، يعني راه لعبت 19 عام من 2005 حتى 2014، 19 عام في البطوله المغربيه. فالتجربه ذاك التجربه المتضافه المتواضعه، خدمنا ما امكن اننا نزيدوا ندوزوها للاعبين. الحمد لله انت شتي الانسجام وشتي الروح، واللاعبين باغيين يخرجوا الفرقه من ذاك المرتبه اللي كيحتلوها، لان فريق المغرب الرياضي الفاسي ما كيستحقش المرتبه اللي كيحتلها. فريق المغرب الرياضي فريق كبير اللي كيخصو يلعب على الالقاب. الا جينا نهضروا على اللاعبين اللي جاو من الهوات، فيعني البطوله راه عطات امثله كبيره. نهضروا على اللودي، على بوشروان، على رشيد السليماني، على لاعبين اللي كثار جاو من البطولات الهوات. فالبداوي مهما هو راه رسمي في فريق المغرب الرياضي الفاسي الا واش انه كيستحقها. ويعني سبق بيني وبين واحد الهضره يعني السيمانه اللي دازت، فاش لعبوا في راسو بان لاعب من الاول جا عندي قال لي كيشكرني، قلت له دابا نهضر معاك بجوج كلمات، انت راك دابا لاعب حيت تستحق انك تلعب، هادشي اللي كاين. وشكرا. الساك ديالي خلي عندي.